ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم. فوائد ثمرة البمبر. البمبر من الأشجار التي تنمو بكثرة في المناطق الاستوائية، وهذه الفاكهة تحتاج لمناخ شديد الحرارة حتى تنضج بشكل كامل، وتتميز ثمار فاكهة البمبر عن غيرها من أنواع الفواكه باحتوائها على مادة لزجة ذات قوام هلامي، ولها حجم متوسط، وتشبه في شكلها ثمار التين، ويطلق عليها الكثير من الأسماء في العالم مثل سبستيان دبق والمخيط والغوج البحريني. ولهذه الثمرة العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان بفضل قيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من العناصر والمواد التي لها القدرة على علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة، فهي تفيد المعدة وتقوي الجسم وتمد أعضاءه بالطاقة وتخلصه من ديدان البطن والأمعاء، كما تحمي المعدة إذ تشكل مادتها المخاطية اللزجة بطانة لجدار المعدة، وتحمي من الإصابة بالعديد من التقرحات المعوية، وتنظم عمل الجهاز الهضمي، وتسهل عملية الهضم، وتعالج المشاكل الصحية المرتبطة بالجهاز التنفسي مثل أمراض الربو والسعال، وتقلل من أعراض حساسية الصدر، بالإضافة إلى قدرتها على تنظيم الرئتين، وتزيد من كفاءة الجهاز المناعي للجسم، إذ تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وتقاوم ارتفاع ضغط الدم، وتحافظ على مستويات معتدلة لضغط الدم، وتمنع عضلات الوجه من التقلص، وذلك لأنها غنية بعنصر البوتاسيوم، وتقوي الشعر، وتحمي من ظهور القشرة في فروة الرأس، وتقلل من فرص تساقط الشعر، وتحمي من إصابة الأمعاء بأي تعفنات والتهابات، وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد في الدم، وتقلل نسبة الضار منه، بالإضافة إلى قدرتها على منع تراكم وتخزين الدهون، كما تقتل البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة وتسوس الأسنان، فهي من المصادر الغنية بأنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، وتقلل من فرص الإصابة بأمراض الكبد، وتجفف ثمارها، ويحضر منها شراب يشرب على شكل شاي. وكما نرى هذه الشجرة الكبيرة تنمو وتزرع في العراق أيضاً، وخصوصاً في مناطق واسط حيث تكثر هذه الشجرة، كذلك في محافظة ديالى وفي المناطق المطلة على نهر دجلة حيث تزرع للاستشفاء، وكذلك ممكن استخدامها فاكهة.